المباركة بإذن الله تعالى ستطلق التظاهرة الرياضية ببلدية غات. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع كلمة قدامى الرياضية التي تعبر عن النشاط الموجود في هذه المنطقة. نرجو لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنطلق البطولة دوري كرة القدم السداسي في بلدية غات. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم الثامن من رمضان على تمام الكمال تنطلق البطولة الدورة السداسية لكرة القدم برعاية شركة ليبيان هاتف المحمول بمشاركة 18 فريق. بفضل الله وتوفيق لي بعد مجهودات، نشكر لجنة مشرفة البطولة على مجهودات التي بذلتها لانطلاق هذه البطولة في موعدها المحدد، وأتمنى توفيق الأفرقة المشاركة. نشكر الجميع، نشكر شركة ليبيانا والراعي الرسمي لهذه البطولة. محفل الرياضي الجميل الذي يجمع شبابنا على الخير. السنة هذه أول سنة في تاريخ غات بالكامل تدعم شركة. الله التوفيق لكل الفرق، ونتمنى نشوف بطولة، يعني بطولة على المستوى. مشاهدي أو متتبعي الكرة المستديرة، الهدف يفتتح به المباراة. كرة للشباب، بتعدي الكرة، يخطئ كرة هدنة لقمة من جديد.